للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة نجاة أبو الفتح، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة. بداية دكتورة، ما أهمية إطلاق حملة التزامنا للبحرين اليوم؟ مساء الخير. حملة نلتزم للبحرين تأتي كخطوة متواصلة نستكمل بها ونواصل من خلالها الحملات والخطط والمساعي الهادفة إلى تعزيز حجم الجهود الوطنية والمجتمعية للتصدي لجائحة فيروس كورونا. نعم. رسالة رئيسية اللي نرقب في توجيهها للجميع الاستمرار وأهمية الاستمرار في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، كذلك لخفض عدد الحالات القائمة. هذه كلها انطلاقا من مصلحة الوطن والانتماء والمواطنة. مملكة البحرين قدمت العديد من الجهود وسخرت الإمكانيات كلها في تجربة فريدة ومتميزة، طبعا كل العالم يشهد لها. وطبعا هذه الجهود الكبيرة والمبادرات اللي تم تقديمها يجب أن تكون مقدرة. نعم. ويجب التعاون باستشعار الخطر الحقيقي لارتفاع الحالات وتزايد الأعداد. المهم ضرورة الالتزام وعدم التهاون والتراخي بكافة التعليمات والإرشادات المقدمة من جانب الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا. نعم دكتورة نجاة، من خلال حملة نلتزم للبحرين وأيضا كما ذكرت بأن الجهود المقدرة التي تبذل من أجل يعني مكافحة فيروس كورونا، كلمة تريدين توجيهها لليوم للناس من عبر شاشة تلفزيون البحرين للغير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية؟ أنا أقول في هذه المرحلة البحرين محتاجة إلى تنفيذ التزام حقيقي. نعم. وهذه الالتزام مسؤولية وطنية بالدرجة الأولى، لابد من تلبية هذه المسؤولية من خلال طبعا تطبيق المعايير التباعد الاجتماعي، لبس الكمامات والتعقيم، غسل اليدين، الابتعاد عن التجمعات الكبيرة، الخروج من المنزل للضرورة فقط، الاحتياجات المعيشية فقط. احنا الحين في هذا الوقت محتاجين الالتزام من اجل البحرين. هذه واجب وطني، مسؤوليه مجتمعيه. نعم. لازم الكل يتجاوب مع هذا الشيء، لازم الجميع يلتزم. هذه يحافظ على قدره الكوادر الطبيه بالصفوف الاولى، يقدرون انهم يواصلون مكافحه اللي هو الفيروس واثاره الكبيره. الالتزام يخلينا يساهم كذلك في مواصلة النجاحات وتأكيد التجربة المتميزة لمملكة البحرين وجهود أبنائها. نعم. في كيفية التصدي لهذه الأزمة الصحية والعالمية وتداعياتها. احنا يعني هذه مسؤولية وواجب وطني، ونكرر الالتزام واجب على الجميع، واللي ما يلتزم ويتهاون ترى هو يتهاون في صحة الناس وصحة مملكة البحرين جميعا. نعم نعم طبعا دكتورة، أن جميعنا على عاتقنا هناك مسؤولية وهي الالتزام من أجل البحرين وأيضا من أجل إنجاح حملة نلتزم للبحرين. الدكتورة نجاة أبو الفتح، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.